من فوز كرة القدم لفوز جديد لرجال طايرة الأهلي في فريق على فريق بنياس الإماراتي بنتيجة 3 أشواط نظيفة في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين امبارح في تاني مباريات الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للأندية واللي اتلعبت على صالة استاد القاهرة الدولي. بالتوفيق يا رب لرجالة الطايرة في البطولة، ودايما مفرحينا، وإن شاء الله الكاس مش هيخرج برا الجزيرة بإذن الله. نروح بقى من الأخبار المحلية لأوروبا، أو ممكن نقول عنها المدعكة الكروية الأوروبية اللي حصلت امبارح في بطولة دوري أبطال أوروبا ما بين ريال مدريد وليفربول.